هل سيسمح لمنيب بالدخول للبرلمان بهذه الشهادة؟ اشترط بلاغ صادر عن الحكومة مساء أمس الثلاثاء 9 نوفمبر الجاري توفر المواطنين على وثيقة جواز تلقيح أو شهادة الإعفاء من التلقيح للسفر إلى الخارج والولوج لجميع الفضاءات المغلقة من مقرات العمل والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعة الرياضة والحمامات إلى غير ذلك من المرافق العمومية. وأضافت الحكومة شهادة الإعفاء من التلقيح بعد النقاش المثار حول فرض جواز التلقيح على المواطنين، رغم أن هناك من لديهم موانع صحية لا تسمح له بالتلقيح وبالتالي لن يحصل على وثيقة جواز التلقيح التي فرضتها الحكومة للسفر والولوج لجميع الفضاءات المغلقة. وحيث أن البلاغ الصادر عن الحكومة غير دقيق بحيث أنه لم يشر إلى الفئات التي يمكنها الحصول على شهادة الإعفاء من التلقيح، يطرح سؤالا حول وضعية البرلمانية نبيلة منيب الأمين العامة للحزب الاشتراكي الموحد التي منعت من دخول المؤسسات التشريعية بسبب عدم توفرها على وثيقة جواز التلقيح. منيب التي منعت من دخول البرلمان رغم توفرها على تحاليل الكشف عن فيروس كورونا تتاح لها اليوم فرصة أخرى لولوج المؤسسات التشريعية في حال حصولها على الوثيقة الجديدة المتمثلة في شهادة الإعفاء من التلقيح إن كانت من ضمن المواطنين الذين لديهم موانع معينة من الإقبال على عملية التلقيح.